سيداتي يا نساتي سادتي، بقى ده اسمه كلام يا ناس. انا عطاء حجام من الولاد رشاد بن منصور. طب وانت مالك؟ هو ابنك يا اخي؟ لا بس خايف اتجوز واخلف واتبلد بلوه زيد. اول امبارح بعد ما رجع من المدرسه قعد يدعي ويقول يا رب اجعل بنها عاصمه فرنسا. قال ابوه بتدعي كده ليه يا ابني يا رشاد؟ قال اصله كتبتها كده في الامتحان يابا. بقى ده اسمه كلام يا ناس. شفت أبعر نياته خالص زي بابا أهل. كل يوم يصحيني بدري، قال إيه علشان أروح المدرسة، وعمر المدرسة ما عبرتني أبدا وجاتني البيت خالص. واللي ما يعبرش الناس، الناس ما تعبروش، مفيش حد أحسن من حد. ودلوقتي لما يجي بابا هقول إذا كنت عاوزني أنجح وأطلع بس محامي يفتح لي مدرسة على حساب. هو فين يا اخوانا بدور عليه؟ الله، قول لي بقى يا رشاد. نعم. انت كنت فين وعملت ايه النهارده؟ والجواب اللي اديتهولك وقلت لك وديه المدرسة يا رشاد، وديته ولا لا؟ ابدا يا اخويا. ليه؟ رحت المدرسة فضلت ادور عليها ما لقيتهاش ابدا. لقيت واحد واقف. قلت له يا عم انت يا اللي واقف، ما فاتتش عليك مدرسة فيها جنينة وليها شبابيك؟ ضحك وقال لي لا يا ابني يمكن راحت مشوار. يا ابني مش كده، يا ابني مش كده، انا كل لما دم يروق من جهتك يا رشاد تزعلني كده. طب يا بابا مش كانت واجب على المدرسة تجيني تشوفني في البيت وانا عيان؟ يا ابني هي المدرسة بتروح لحد؟ بلاش هي تيجي، تبعت لي ولو كراس يقول لي زي صحتك دلوقتي. بلاش كراس، شوف لي عالم يجيني يقول لي شد حيلك يا رشاد. يا ابني انا مش فاهم انت عقلك متركب ازاي. ازاي ايه يا شيخ؟ ده الواد سامي زميلي اللي ويايا في المدرسة. ماله ده؟ ديك النهار اغمى عليه في المدرسة في الفصل. وبعدين؟ بعدين المسطرة بدلت تصور وتفقع بالصوت علشان، والتخت بقى تشال وتتهبل. وبعدين؟ والنسابة فضلت تعيط لما عليها نشفت من العياط. وبعدين آخر ما غلبوا فيه سمموه سلوفات الجغرافيا. اسمع بقى يا بابا. نعم.
ابصرك بصره كويسه. طب قول. عارف الواد احمد ابن عمي؟ مال مش جات له الشهاده؟ ناجح. طب ما شاء الله. وابن خالك؟ ناجح. طب عال وابن خالتك؟ الحمد لله ناجح. طب وانت يا رشاد؟ انا هنجح السنه الجايه. من إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تجرى عملية الاستفتاء على التعديلات المقترحة لدستور جمهورية مصر العربية يوم 19 مارس 2011. يبدأ الاستفتاء الساعة 8 صباحا وينتهي الساعة 7 مساء. تعمل اللجنة القضائية العليا المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 وسائر الجهات المعنية على تنفيذ هذا القرار. يا عالم يا هو يا اخواتي، اعمل ايه بس في الشخص ده؟ انت هتجنني يا رشاد. انا 100 مره اقول لك دور على مستقبلك يا رشاد، بلاش دلع. خلاص يا بابا هدور على مستقبلي، بس على شرط. نعم. افرض ان انا نجحت وطلعت دكتور كويس قوي وفتحت عياد على خيره الله، هعمل الكشف عندي في العياده ب10 جنيه. طب ده كويس. وعمليه خارج العياده ب16 قرش. ايه الكلام ده اللي بتقوله ده يا رشاد؟ اه صلي على النبي، انت مالك؟ انا حر في عيادتي، هتتكلمني على ايه؟ امال ايه؟ انا حر، لحسن اقفلها وامشي. انت هتعلمونا الطب ولا ايه؟ Thank you.